اخوتي السلام عليكم. اليوم الثالث من شهر رمضان، رانا في شارع محمد الخامس بالقرب من مرشي ميشلي. اليوم غادي نصلوا ان شاء الله ونحضروا على جامع او مسجد الباي محمد بن عثمان الكبير، يعتبر من اقدم المساجد في وهران، وهو راه في تقريبا قريب الواجهه البحريه فروند مير، يعني موقع استراتيجي. وفي القادم هذا كان منزل الباي، ثم من بعد الاستقلال ردوه جامع، تم بناؤه 1792.
مسجد الباي محمد بن عثمان الكبير 1206 هجري 1792. كما قلنا اخوتي، مسجد قريب من الواجهه البحريه فرونمر، يعني ما راهوش بعيد بزاف. الواجهه البحريه فرونمر، مسجد محمد الباي. لا يبعد إلى أمتار قليلة عن الواجهة البحرية. الله حافظك، بارك الله فيك.